بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم وأحييكم. ضيف الجزائر على شاشات التلفزيون الجزائري لهذه الحلقة باحثة في الفكر والحضارة من تونس الخضراء، تخرجت من دار المعلمين العليا بسوسة وكذلك من كلية الآداب من نوبة تونس. اشتغلت على التدريس وعلى التأليف من أشهر مؤلفاتها وكتاباتها الائتلاف والاختلاف، ثنائية السائد والمهمش في الفكر الإسلامي القديم، حفريات في الخطاب الخلدوني، الأصول السلفية ووهم الحداثة العربية، الاختلاف وسياسة التسامح في سياسات الرشيد والبرامكة والمأمون. لها كذلك كتاب دعامة المرأة في الإسلام المبكر، كما أشرفت على العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير، وأشرفت على موسوعة التسامح في الثقافة العربية. ضيفة التلفزيون الجزائري على شاشات التلفزيون الجزائري لهذه الحلقة هي الدكتورة ناجية لوريمي، باحثة في الفكر والحضارة تونس. نسعد بالترحيب بها. أهلا وسهلا بك سيدتي. مرحبا. مرحبا أستاذ حمزة، واسمح لي بدءا أن أعبر عن سعادتي لوجودي ضيفة على التلفزيون الجزائري في الجزائر الشقيقة والحبيبة. شكرا لك سيدتي الكريمة. تتواجدين هنا بأرض الجزائر، أرض المليون ونصف مليون شهيد، بجامعة وهران في إطار الملتقى العلمي الدولي الموسوم بأسئلة تحديث الفكر الديني في الفضاء الإسلامي، سياقات التبلور وأدوات المقاربة. أحب أن أبدأ الاشتغال معك في هذه الحلقة بهذا العنوان وهذه المشاركة، وعن مداخلتكم القيمة التي كنتم قد ألقيتموها في الملتقى. في الحقيقة لما دعيت إلى المشاركة في هذا الملتقى رحبت بالدعوة دون تردد لسببين. السبب الأول مبدئي، وهو حرصي ورغبتي في أن أطور تعاوني مع الجامعات الجزائرية، والسبب الثاني هو أهمية هذا الموضوع، موضوع الملتقى وهو تحديث الفكر الديني. موضوع مهم لا يمكن أن ننكره، أنه موضوع قد يبدو حرجا بعض الشيء، قد يبدو محرجا للبعض بعض الشيء، ولكن كان لجامعة وهران وخاصة للجنة التنظيم الكريمة الفضل في دفعنا إلى التفكير في هذا الموضوع، لأنه فعلا أس من الأسس الهامة للنظر في إشكالية التحديث اليوم. لماذا الفكر الديني؟ لأن الفكر الديني قد يبدو مستعصيا على التحديث، باعتبار أن هناك نزوعا نحو الالتزام بمواقف، برؤى، ببعض الثوابت التي لا يسمح بمجادلتها وبمناقشتها. ونحن عندما نطرح هذه الإشكالية في الحقيقة نحن نؤمن بدور الفكر الديني دائما في المساهمة في التحديث الثقافي وفي تحقيق خير الإنسان العربي. فهذا الموضوع مهم، هذا الموضوع مهم لأنه جريء، ولأن الأفاق التي يفتحها أفاق واعدة، هي أفاق واعدة، وينبغي أن نسير في أكثر، يعني أن نتقدم بخطوات أخرى في هذا المجال. وما يقوم به هذا الملتقى خطوة مهمة. قدمت مداخلة واستمعت إلى مداخلتين. في الحقيقة هناك أسئلة جديدة تطرح، هناك
إعادة نظر في جوانب، والتحاور في حد ذاته هو شرط من شروط التجديد وشرط من شروط التحديث عموما. فأعتبر أن هذا الملتقى هام، وستكون له نتائج ذات بال. هذا عن الملتقى وسؤال التحديث في الفكر الديني. أذهب معك أستاذتي الفاضلة، بما أنك تبحثين في الفكر والحضارة، والبحث في الفكر والحضارة لا يتأتى إلا بمطالعة وقراءة والبحث في كتب الأولين القدماء. فما هي الأدوات التي يتوجب على كل باحث أو قارئ أو مطالع لكتب الأولين والقدامى أن يوظفها، أو بصياغة أخرى كيف نقرأ كتب القدماء كابن رشد وأبي حامد وابن عربي وما إلى ذلك؟ نعم، سؤال مهم، لكن دعني أولا أنطلق من تعريف للحداثة يوصلنا إلى هذا السؤال المهم الذي طرحت. الحداثة ليست قطعا مع الماضي، الحداثة هي قطع مع اعتبار الماضي نموذج لا يجادل وينبغي أن يقبل بكل ما فيه. الحداثة قائمة على مبدأ التجديد والتغيير، ما يحتاج إلى التجديد والتغيير ينبغي أن يغير. فأنا عندما أعود إلى قراءة التراث إيمانا مني بأن للماضي دورا يجب أن يلعبه، ولأن الماضي يستمر في وعي المجتمعات مثلما يستمر ماضي الإنسان الفرد في شخصيته عندما يكبر. لا يمكن للإنسان الفرد أن يتخلص من طفولته على سبيل المثال. نفس الشيء، المجتمعات لها ماض، والمجتمعات التي تمتلك ماضيا عريقا هي أكثر قدرة على التجديد وأكثر قدرة على المواصلة وعلى بناء حضارة متوازنة، حضارة فيها نوع من الاستمرارية وفيها الكثير من التجديد. وكيف نحقق هذه الأهداف؟ أعتقد أننا ينبغي أن نجدد المقاربة. هناك فارق كبير بين أن نقرأ نصوص التراث بمقاربة أستعير اسمها من الجابري عندما يقول مقاربة تراثية للتراث، يعني عندما نقرأ التراث بمناهج تقليدية تكرارية لا تفعل إلا أن تعيد إنتاج ذات المضامين، نحن في الحقيقة لا نستفيد من هذا التراث أولا، وثانيا ربما نفتح له الباب في أن يؤثر تأثيرا سلبيا في واقعنا وحتى في مستقبلنا. أعتقد أننا في حاجة إلى أن ننفصل بعض الشيء، أن نأخذ مسافة عن هذا التراث لننقده ثم لنعيد امتلاكه امتلاكا نقديا. نحن اليوم الماضي يمتلكنا ولسنا من يمتلك هذا الماضي. الماضي يؤثر فينا ولسنا من يعي هذا الماضي وعيا نقديا به يكون قادرا على الحفاظ على هويته من ناحية، ويكون قادرا على ولوج أفاق المستقبل. باعتبار أنني أشتغل في هذا في إطار العلوم الإنسانية عموما، اليوم هناك مقاربات إنسانية واجتماعية مهمة جدا في تكريس أو في مساعدة الباحثين على التعامل النقدي المنتج، أقول التعامل النقدي المنتج مع نصوص التراث. بالنسبة إلي أعتقد أن مناهج تحليل الخطاب بصنفيها، هناك مناهج تتعلق بتحليل النصوص في حد ذاتها لأن النص له مقومات ليكون بها نصا وليكون خطابا مكتوبا، وهناك مناهج تتعلق بالسياقات التي أنتج فيها ذلك النص والتي عاش فيها منتج ذلك النص. فتحليل الخطاب في الحقيقة يختزل مداخل منهجية ونقدية كثيرة تتضافر فيما بينها لتجعلنا قادرين على فهم من يعني رصيدنا الثقافي المكتوب، وخاصة على إعانتنا على كيفية الوعي به اليوم، وربما كيفية الاستفادة مما ينبغي أن نستفيد منه، وأيضا كيفية
أكاد أقول التخلص من الجوانب التي لم تعد تتماشى ومقتضيات العصر. فلهذا أعتبر أن قراءة التراث قراءة نقدية اليوم مهمة مطروحة على المثقف العربي، لأنها دعني هنا أعود بعض الشيء، لأنها مهمة مؤجلة منذ عصر النهضة. في عصر النهضة المثقف العربي كان يعيش نوعا من الازدواجية، من ناحية كان يريد أن ينهض بالمجتمع، أن يجدد، أن يقوم بعملية تحديث، ولكن كان الخطر الاستعماري يكشر عن أنيابه، فكان حريصا على الحفاظ على مقومات هويته التي كان يختزلها في تراثه وفي الماضي، فلم يخضع تراثه للنقد. عملية نقد التراث إلى يعني منذ عصر النهضة ظلت مؤجلة. اليوم هناك سعي في الكثير من مراكز البحوث وفي الجامعات العربية، هناك سعي إلى قراءة التراث قراءة نقدية، وموضوع الملتقى في نظري يندرج ضمن هذه الجهود الساعية إلى التعامل النقدي مع نصوص التراث. في بعض المداخلات ترددت، وفي مداخلتكم بالأخص ترددت جملة مراجعات لمفكرين مسلمين، ابن خلدون نموذجا. هل يمكن أن يكون ابن خلدون مؤسسا للحداثة؟ نعم، يمكن أن نقف عند نموذجي الشافعي وابن خلدون باعتبارهما يمثلان خطابين مؤثرين في الوعي العربي وفي الثقافة العربية. هي في البدء يعني نبدأ بابن خلدون ونترك الشافعي، فنفرد له سؤالا خاصا به، يعني باعتبار أن ابن خلدون له مدرسة تنتمي إلى شمال إفريقيا، ويمكننا تلمس آثاره سواء هنا في الجزائر أو في تونس أو في مصر أو إلى كل البلاد العربية التي حل بها. صحيح ابن خلدون هو أكثر مفكر من المفكرين القدامى حظي بالاهتمام اليوم في جميع المجالات تقريبا. نعم. في جميع المجالات، ولكن ما هي المنطلقات التي حظي بها هذا المفكر؟ عموما هناك توجه نحو اعتباره مؤسسا للحداثة العربية. هناك قسم هام من المفكرين يعتبرون أن نظير الحداثة الغربية في السياق العربي هو ابن خلدون. لحظة التحديث في العالم العربي الإسلامي انطلقت بالنسبة إليهم مع ابن خلدون في تلك المراجعات التي اعتبروها مراجعات إبستيمولوجية لطريقة تفكير معينة ولطريقة تأريخ معينة إلى غير ذلك. فالاهتمام العربي اليوم بابن خلدون ومنذ عصر النهضة في الحقيقة هو اهتمام يكاد ينحصر في زاوية الرد على أن الحداثة أوروبية أو لا تكون. فقدم ابن خلدون باعتباره نموذجا عربيا على لحظة تحديث في سياق هذه الثقافة، ولكن عندما نراهن في المنطلق على اعتبار نموذج معين من الخطابات حدثيا، فإننا سنقرأه قراءة موجهة نحو جعل ذلك الخطاب يستجيب لما نريد منه نحن. فجعل ابن خلدون مؤسسا لعلم الاجتماع العربي، وجعل مصححا لعلم التاريخ، وجعل مؤسسا للفكر التربوي، يعني تقريبا لا يكاد هناك ذكر لتجديد في مجال من المجالات ولا يقحم فيه ابن خلدون. أعتقد أن هذه قراءة إيديولوجية. نحن اليوم ذكرت أننا في حاجة إلى إعادة قراءة التراث. ينبغي أن نحترم خصوصية الخطابات في القديم. كل خطاب له مشروعية وجود، كل خطاب أدى دورا مهما في العصر الذي ظهر فيه. ابن خلدون ظهر في ما سمي بعصور الانحطاط، وهذا العصر غلبت عليه ثقافة التجميع، وابن خلدون أراد كما يقول هو أن يضع أصولا للتأريخ، لعملية التأريخ.
فأعاد النظر في بعض في الكتابة التاريخية السابقة له، ووضع ما اعتبره قوانين للعمران ينبغي أن تعتمد في التاريخ. ولكن عندما نحلل الخطاب الخلدوني، عندما نحلل النص الخلدوني، في الحقيقة نجده منسجما مع المنظومة السنية، أكاد أقول التقليدية، التي ينتمي إليها. فأن نسقط على ابن خلدون قراءات سميتها حدثوية ليس حدثية، وننطقه وأن ننطقه بما نريد نحن من المعاني، هذا لا يخدم، هذا لا يخدم ما سميته بالتعامل النقدي مع التراث. ابن خلدون كانت له مزية كبيرة في تنظيم الفكر العربي، الفكر السني خاصة، يعني هو الذي كان قادرا على أولا تنظيم هذا الفكر السني بجميع فروعه، وثانيا نجح في إعطائه صبغة القوانين. عندما نراجع بدقة ما هي القوانين التي وضعها ابن خلدون، سنلمس في منطقها الإبستيمولوجي آثارا لتشريع المقولات والمواقف التي كرسها علماء أهل السنة قبله. ابن خلدون قدم خدمة جليلة للفكر السني، ولكن الفكر السني في صيغته التقليدية في ذلك العصر. طبعا الحديث هنا يطول لأبين كيف أن ابن خلدون، كيف أن المقولات التي كرسها ابن خلدون في الحقيقة لا تخدم كثيرا هدف تحديث الثقافة العربية، ولكن رغم ذلك أعود وأقول ينبغي أن نحترم الجهد الكبير الذي بذله هذا الرجل، وأن نحترم الدور الهام الذي قام به في عصره، في عصر كانت فيه الثقافة العربية مهددة بالاندثار باعتبار تردي الأوضاع في جميع المستويات. فالحفاظ على هذه الثقافة في حد ذاته كان يعتبر عملا إيجابيا. هذا عن ابن خلدون وعن التساؤلات الحدثوية التي وضعتها على ما كتب. فماذا عن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه الأصولي، وأنت تبحثين في الفكر والحضارة، ومعلوم أن الإمام الشافعي من الأئمة أئمة المدارس الفقهية الأربعة، وله ما له في أصول الفقه، فهل نستطيع بأن نقول بأن عمله هذا يتماشى ومقتضيات التحديث الديني والثقافي اليوم؟ أكاد أقول لا يختلف اثنان في أن الشافعي هو الذي أسس الفكر الأصولي في إطار أصول الفقه، نجح في صياغة هذه الأصول التي ينبغي أن تعتمد في العملية الفقهية. الشافعي مفكر ومتكلم وفقيه، يعني تفاعل مع المعطيات التاريخية التي عاشها وأنتج لنا هذه المنظومة الأصولية، أقصد أصول الفقه، التي شاعت بعد ذلك وأعيد إنتاجها تاريخيا ولا يزال صداها حاضرا إلى اليوم. ما هي المنظومة الأصولية التي أنشأها الشافعي؟ له مزية أولى ينبغي أن نقر بها، هو أنه وعى خطورة الاختلاف في تطبيق الأحكام. الشافعي جاء في فترة كانت فيها السلطة تبحث عن توحيد التشريع بين مختلف أنحاء العالم العربي الإسلامي. قبل هذه الفترة مثلا، لو عدت بعجالة إلى فترة الدولة الأموية، فترة الدولة الأموية كانت تعيش هذه المشكلة، لم يكن هناك توحيد على مستوى التشريع. عندما نقرأ لابن المقفع نجده في نصائحه لأبي جعفر المنصور ينصحه بأن يتدارك الأمر، بأن يحد من الاختلاف التشريعي الذي كان موجودا في بين أنحاء العالم العربي الإسلامي، أي أنحاء المملكة بالنسبة إلى أبي جعفر المنصور. وأعود هنا إلى الشافعي استجاب لهذه المهمة. الشافعي في رسالته تقريبا كان دائما يشير إلى سلبية التفرق، إلى النتائج السلبية للاختلاف في هذا الصدد، ولهذا نجده حريصا كثيرا على تأسيس مفهوم الإجماع.
كيف ينبغي أن يكون هناك إجماع وأن يكون هناك اتفاق على كيفية. هو في نهاية الأمر ما هو الفقه؟ هو سعي إلى تقنين المعاملات بدرجة أولى، العبادات نعم، ولكن أساسا بالنسبة إلى المعاملات. وفي الحدود الممكنة في تلك الفترة سعى الشافعي إلى أن يوجد منظومة نصية. ما أوجده الشافعي هو منظومة نصية الرباعية التي وضعها، يعني القرآن أولا ثم السنة ثانيا ثم الإجماع ثم الاجتهاد الذي قرنه بالقياس. هذه المنظومة النصية التي وضعها الشافعي في نظري في عصرها كانت أكاد أقول ضرورية. ضرورية لماذا؟ لأن مدرسة الرأي أثبتت فشلها في تلك الفترة، لم تكن لديها الوسائل لتوحيد عملية التشريع. كان هناك اختلاف كبير في نفس النازلة في نفس القضية، تجد حكما معينا في بغداد، تجد حكما آخر في الحجاز، تجد حكما آخر في شمال إفريقيا، وهكذا دواليك. فطبيعة العصر، طبيعة الظروف التي عاشتها الدولة العربية الإسلامية في الماضي لم تكن تؤهل مدرسة الرأي التي تعتمد العقل بدرجة أولى لأن تقوم بهذه الوظيفة التي هي وظيفة ثقافية اجتماعية سياسية. عندما جاء الشافعي سد فراغا في هذا الصدد، أكاد أقول تدارك الأمر وقدم لنا منظومة حتى إن لم يصل الفقهاء إلى حكم واحد بشكل دقيق، هناك تقارب كبير بالنسبة إليه. إذا ما عرضت نازلة ننظر إن كان فيها حكم في القرآن نطبقه، إن لم يكن ففي السنة، إن لم يكن ففيما أجمع عليه الصحابة، إن لم يكن نجتهد على أصل من هذه الأصول الثلاثة السابقة. سيدتي الفاضلة، هذا عن ابن خلدون وعن الشافعي، أحب أن أخذ منك بعض دعامات أو بعض الأسس، بما أنك أشرفت على موسوعة التسامح في الثقافة العربية. الإسلام دين تسامح ودين حوار، فماذا، كيف بوبت موسوعة التسامح في الثقافة العربية، أو كيف اشتغلتم على تبويبها، وما هي أهم المحاور التي ركزتم عليها؟ بالحقيقة كان المنطلق في هذه الموسوعة هو نوع من تدارك نقص كبير في كتاب صدر مع الأسف عن منظمة الأمم المتحدة في هناك كتاب صدر عن تاريخ التسامح في الثقافة الإنسانية عموما، وفيه مختلف الحضارات القديمة إلا الحضارة العربية الإسلامية، كأنما هذه الحضارة لم تعرف مواقف متسامحة، لم تعرف فكرا متسامحا. يعني غريب، في هذا الكتاب نجد ذكرا لكل الحضارات منذ أقدم يعني منذ أقدمها وصولا إلى اليوم باستثناء الثقافة العربية الإسلامية. الثقافة العربية الإسلامية فيها نصوص متزمتة وتكفر الآخر إلى غير ذلك، ولكن أيضا فيها نصوص متسامحة، فيها نصوص يمكن أن أقول يمكن اليوم اعتمادها للتأسيس للتسامح عربيا وإسلاميا. وكانت فصول هذه الموسوعة وقد شارك فيها مختصون من مختلف الدول العربية وحتى من المقيمين من الباحثين العرب في دول أوروبية، وكل واحد تناول كيف تجلت قضية التسامح في مجال من المجالات. وجاءت الموسوعة مثبتة أن الثقافة العربية الإسلامية عرفت أيضا فلسفة التسامح وعرفت مواقف متسامحة، وفيها رصيد فكري هام يمكن أن يساعد اليوم على تأصيل هذا المفهوم في، لا أقول في واقعنا فقط، وإنما حتى في الواقع الدولي. شكرا سيدتي. ربما من بين النماذج المشرفة والجميلة والرائعة تلكم سياسات التسامح عند الرشيد والبرامكة والمأمون التي اشتغلت على تأليفها في كتاب، فكيف كانت هذه السياسة، سياسة التسامح؟ في هذا الكتاب بينت من خلال تجربتين مهمتين لا تزالان اليوم في حاجة إلى تسليط الضوء عليهما،
خاصة تجربة البراميكا وتجربة الخليفة العباسي عبد الله المأمون. البراميكا اتصلت بهم نكبة شهيرة سميت بنكبة البراميكا، وتم تأويلها تأويلات مختلفة. لماذا نكب الرشيد البراميكا؟ لماذا ألحق بهم النكبة؟ لن أستحضر هنا مختلف التفسير التي نجدها عند القدامى وعند المعاصرين، ولكن أكتفي بالقول إن البرامكة باعتبارهم كانوا وزراء الدولة وكانت سلطتهم نافذة، حتى أن الجاحظ على سبيل المثال يتحدث عن دولة البرامكة أصلا. كانت لهم سياسة متسامحة عجيبة في البلاط، في المجالس التي يشرف عليها هؤلاء. كنا نجد المعتزلي والسني والشيعي والخارجي والفيلسوف والفقيه، كانت مجالس متنوعة. يعني هناك نوع من محاولة إقامة حوار بين مختلف التوجهات المذهبية والفلسفية الموجودة في بغداد في تلك الفترة، وبغداد كانت نموذج التعدد الثقافي والعرقي والاجتماعي في ذلك العصر. والبرامكة أيضا هم الذين افتتحوا عملية ترجمة الفلسفة اليونانية رسميا. أردت أن أقول من وراء هذا إن التجارب المتسامحة والفكر المتسامح في السياق العربي الموجود موجود في حتى في الفكر السني نفسه. هناك مواقف متسامحة، هناك مواقف يعني تدعو إلى الإعجاب في قبول الاختلاف. ربما لو ذكرت نموذج أبو حنيفة كان يقبل الاختلاف بشكل كبير، ولم يكن يكفر غيره، لم يكن يحكم على غيره بضرورة قبول الرأي الواحد. يعني هنا لو أردنا أن نتتبع نماذج التسامح في الثقافة العربية سنجدها، ونحن اليوم في حاجة إلى استعادتها. لماذا؟ حتى نرد على اليوم على ذلك التوظيف الذي يحصر الرصيد العربي، الرصيد الثقافي العربي الإسلامي في خانة التعصب ورفض الآخر وتبرير العنف وإلى غير ذلك. هناك من الغرب من يطلق على الإسلام بأنه مضاد للحضارة، فيحاول أن يلصق به شبهة الإسلام ومضادته للحضارة، فكيف نرد على هذه الشبهة ردا علميا في إطار منهجي؟ هناك نزعة استشراقية ظلت تصاحبها النزعة الاستعمارية ونزعة ازدراء بقية الثقافات وبقية الشعوب. وربما هنا لو استحضرنا برنار لويس أو صامويل هانتينغتون سنجد حرصهم على أن يربطوا بين الثقافة المسيحية والديانة المسيحية والحضارة، وأن يربطوا بين الإسلام ومعاداة الحضارة. الإسلام بالنسبة إليهم هو سياق ثقافي غير صالح لقبول قيم الديمقراطية والعدالة وكل القيم الإنسانية اليوم. وطبعا هنا يعودون إلى الماضي، يعودون إلى التراث وينتقون منه ما يمكن أن يخدم هذه الدعوة، ويسكتون تماما عن جوانب أخرى تناقض ما يذهبون إليه. بالنسبة إلى الثقافة المسيحية ينتقون بعض الجوانب التي تقبل الديمقراطية، والديمقراطية أصلها اليوناني رغم أن الفلسفة اليونانية لم تتطور في إطار المسيحية، ولكن مع ذلك يصرون على أن الثقافة اليونانية تتماشى والثقافة المسيحية، ويخرجونها في إطار الثقافة القادرة اليوم على تمثيل النموذج الحضاري المثالي. هذه قراءة مغرضة، لأن في كل الديانات هناك من يفهم هذه الديانات فهما معينا، ويمكن أكاد أقول قد يسيء إليها وإلى أهدافها السامية، وهناك أيضا يعني جوانب إيجابية يمكن أن تساعد على تحقيق خير الإنسان. فالمسيحية ليس كل ما في المسيحية يتماشى والقيم الحديثة اليوم، وإنما أيضا هي عرفت
جوانب سلبية، يعني لو 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 اكتفينا بما قامت به الكنيسة من محاربة الاختلاف ومحاربة الفلسفة وإلى غير ذلك، ولكن هذا كله يسكتون عنه. يعني بالنسبة إليهم المسيحية تظل عنوان الاعتراف بالاختلاف وعنوان الديمقراطية وعنوان التقدم. يعني القراءات الانتقائية المغرضة والموجهة هي قراءات إيديولوجية، هي قراءات إيديولوجية، ولا يمكن أن نواجهها إلا بتجديد الآلة النقدية، إلا بتجديد المناهج التي نتعامل عن طريقها مع نصوص التراث في أي سياق حضاري كان، ليس بالضرورة في السياق العربي الإسلامي، حتى في بقية السياقات الحضارية. يعني في نهاية الأمر المشكلة اليوم ليست في الدين في حد ذاته، وإنما المشكلة هي في كيف نفهم هذا الدين، كيف نتعامل معه لنجعله عامل دعم نحو التقدم وتحقيق خير الإنسان، وأن نحذر من كيفية توظيفه في سبيل تدمير المجتمع، في سبيل يعني تكريس التناحر في المجتمع، في سبيل رفض الآخر، في سبيل نوع من التعصب للذات، بل نسخره لقبول الآخر والتسامح والتعايش. طبعا وهو قابل لذلك. الأديان جاءت لتكرس خير الإنسان، الأديان لم تأتي لتلحق الأذاب الإنسان. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دكتورة ناجية لوريمي، باحثة في الفكر والحضارة، سعدت بهذا اللقاء معك في ضيف الجزائر. أترك لك كلمة الختام للجمهور. شكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة وعلى إتاحة الفرصة للتطرق إلى مواضيع وإشكاليات نحن اليوم في حاجة إلى مراجعتها وإلى إعادة النظر فيها لنفهم بالضبط كيف يجب أن تكون علاقتنا بتراثنا بماضينا. الحداثة لا تكتسب أتم معناها إلا في المجتمعات ذات التراث العريق، ونحن أمة عريقة بتراثها. فقط ينبغي أن نعرف جيدا، ينبغي أن نحيا جيدا ما العلاقة التي يجب أن نقيمها مع هذا التراث، كيف لا نجعل هذا التراث يعني معرقلا لتقدمنا، وإنما نجعله مساهما بطريقة أو بأخرى في تحقيق هذا التقدم الذي نسعى إلى أن يكون إضافة عربية إلى الثقافة العالمية. شكرا سيدتي دكتورة ناجية لوريمي، الباحثة في الفكر والحضارة تونس، شكرا جزيلا لك. شكرا، سعدت بهذا اللقاء مع حضرتكم. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه جولتنا مع الباحثة ناجية لوريمي، الباحثة في الفكر والحضارة تونس، المشتغلة بجامعة تونس المنار، المعهد العالي للعلوم الإنسانية. في جملة من النقاط لعل أبرزها أهمية طرح سؤال التحديث اليوم، وخاصة في الفكر الديني، وكيف نقرأ نصوص التراث الماضي، ثم توقفنا عند بعض اشتغالاتها ومؤلفاتها لعل أبرزها إشرافها على موسوعة التسامح في الثقافة العربية، ثم شبهة مضادة الإسلام للحضارة وغيرها من النقاط. مشاهدينا الكرام، أشكركم على طيب الإصغاء والمشاهدة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.